دلوقتي هنعمل مع بعض القش بالردة. دقيق، ناخد حوالي 3 كوبايات من الدقيق، وهناخد معاهم كوباية من الردة. انا بقى بحاول ايه احط ردة كتير، عشان الردة ديت برضو مغذية جدا، مبقاش كل العيش اللي احنا لو احنا متكلين على العيش بس، ميبقاش اللي احنا بنعمله يعني، ميبقاش كل اللي بنعمله عيش ابيض بس، لا كمان يبقى عيش بالردة اللي هو الاسمر، اللي احنا دايما مش بنلاقي العيش البيض ده موجود في كل حتة، دايما بنلاقي دي الزيرو او دي الخبز. فاحنا بقى نجيب الردة ونرجعها له تاني، لان دي الزيرو دوت هو دقيق ابيض بس بنشيل منه الردة، احنا بنرجع له ردة تاني عشان نزود القيمة الغذائية بتاعته. حط خميرة، معلقة كده مليانة من الخميرة، واحط حوالي معلقة صغيرة من السكر، قاعد لطعم العيش بس، واحط رشة ملح، واعجن بمية بس كده. يبقى حطينا ايه؟ الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، كوباية من الردة، ومعلقة كبيرة مليانة من الخميرة، ومعلقة صغيرة من السكر، ورشة الملح، ونقلبهم كلهم على بعض كده، ونبدأ نزود المية شوية شوية لغاية ما نحصل على عجينة ايه صالحة للفرد. وطبعا دي بتخمر، بنسيبها تخمر حوالي، طبعا مش هقول لك الوقت قد ايه، لان انت حسب العجينه ما تبقى زياده معاكي، تحسي ان هي تضاعفت، انت سابها حته صغيره كده بتلاقيها قد كده كده تبقى خمرت. طبعا ده بيرجع بقى ايه لدرجه الحراره اللي هي فيها، لو هي مثلا في درجه في مكان دافي بتخمر بسرعه، لو في مكان ساقع او متهوي قوي بتقعد مده اطول، فتبقى دي حسب بقى ايه درجه حراره الموقع اللي هي فيه. نعجن فيها كويس، هو العيش بيحتاج ان هو يدعك كويس، عجن حلو كده اهو، واغطيه بقى واسيبه يخمر زي ما قلت لك لغايه ما يتضاعف حجمه. انا فرده كده وعامله طبقتين، يعني في طبقه وتحتيها طبقه من العيش الطريقه دي كده، وادي الكوره اللي انا عاملاها اهي، طبعا خمرانه كويس جدا اهو كده. هوريكي بقى ايه دلوقتي، شفت لك اتنين هنا برضو قدامي، احط رده ده كده، نفرش كمان حبة دقيق كده، نبرق افرد لك اتنين تلاتة كده وتشوفيهم معاكي بس، ونخبز كمان مع بعض ان شاء الله كده. بالطول وبالعرض كده، وفي ناس بتحب العيش ده سميك ما بتحبوش رفيع قوي، فحسب ما انت عايزه، حباه سميك ما تفرزوش قوي، حباه رقيق قوي تفرز زي ما انت عايزه. ولو هتعمليه على الطاسه بتحطيه على الطاسه دوك يشمع، تروحي قلبيه على الناحيه الثانيه هتلاقيه معاكي ايه مش مظبوط، يعني تشمعيه الناحيتين عشان ينفخ معاكي كده بس كده. ابدا بقى ان انا ايه الفرن بتاعتي ولعه ومولعينها 100 100. هناخد بقى ايه من اللي احنا عاملينه من شويه دوت